لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة، وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين. قدك 19 سنة أو حاجة. أنا مش فاهم، أنا بحب ربنا ليه؟ أنا بحبه عشان غلط، لو قلت لأ يبقى أنا عندي مشكلة جامدة. والصلاة والسلام على بتزعل ليه في الصلاة والسلام على رسول الله؟ وهي دي على فكرة اللي فصلت الكنيسة عن الدولة هنا في الغرب. متدينين عملوا أفعال خاطئة سيئة باسم الدين، ودي من خطة الشيطان، إنه ينسب كل شيء غير أخلاقي أو غير منطقي أو غير واقعي أو غير رحيم إلى دين ربنا. عالم بيدعو الإنسان إلى النسيان، بيقول الإنسان انسى، ما تذكرش، ما تفكرش في الأسئلة الكبيرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومن أول المرات الواحد يعيش معنى الدعاء ده بجد. دلوقتي جمعاتكم مع ثورة على النفس مع معز مسعود على نجوم افهام. نجوم افهام، رمضان النجوم. جو الثورات عموما مخلي الشباب عايزين يصفروا العداد، يبدأوا من الأول. بقى في إحساس إن أنا هثور على كل حاجة، المبادئ الأساسية بيسموها basic assumptions في علم النفس في السايكولوجي، الاعتقادات نفسها، التدين نفسه. على فكرة أنا مش خايف على دين ربنا، الكلام ده مش الهدف منه إنه الدين ونحمي دي، إحنا مش حماة الدين على فكرة، ربنا بيحمينا بالدين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بس الهدف من الكلام ده دين الناس اللي هيروح منهم بسببنا، بسبب إن إحنا مش حاسين بالجيل الجديد وتساؤلاته. ساعات الحقيقة الواحد بيتفاجئ بشباب بيناقشوا حاجات إحنا بنغلط ونفتكرها بديهية زيادة، وهي مش بديهية بالدرجة دي بالنسبة لهم. فإحنا محتاجين نتكلم، يا نقل الخبرات الفكرية دي بتساعد أي حد إنه برضه يشوف مدخل لحاجة. جوهر المعضلة اللي إحنا عايشينها في مصر وفي المنطقة العربية هي مثال الفكرة الأساسية لمن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حكتير كده بتحصل، العقل البشري مش قادر على إنه يستوعب كمية الحاجات اللي بتحصل، وفي نفس الوقت يقدر يربطها ببعضها عشان يطلع طريقة واحدة، طريقة منطقية في التفكير، هو اللي بيحصل ليه. فإن أنا بقى عايش مؤمن بديني بس عندي تساؤلات، مش مدياني يقين، دي مش حالة طبيعية على فكرة، ما كانش مطلوب منك ده، ده غلطة عندنا، ممكن تبقى غلطة في الخطاب الديني عموما. أجد في نفسي وفي قلبي بعض العذر لربما بعض من الأجيال الجديدة التي لم ترى ما يكفي من العدالة في المجتمع، من التعليم الصحيح في المجتمع. وهذا ما نجده في هذا الزمان، أن الناس باسم الدين تكلموا نيابة عن النفس الأمارة بالسوء داخل أنفسهم، وإذا حصل هذا فيكون الدين منفر. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ضعف اليقين أو حتى انعدامه ممكن يبقى على مستويات مختلفة. أول مستوى هو اللي عشنا معاه في بداية ثورة على النفس، مستوى التزكية، تزكية النفوس. وهنا عكس اليقين ممكن نقول عليه الغفلة، أنا مؤمن إن ربنا ينظر إلي بس غافل عن الحكاية دي في اللحظة دي، فبروح أعمل معصية معينة. وكان دايما علاج كبير من أهم ما تعالج به أمراض القلوب اللي عشنا معاها السنة اللي فاتت، اليقين، إن أنا أستحضر إن ربنا ينظر إلي، أبقى عندي يقين إنه الآخرة خير ليا من الأولى. المستوى الثاني من ضعف اليقين، حد مؤمن بدينه جدا لكن بدأ يبقى عنده تشكك في إمكانية تطبيق الدين. على رأي أحد المشايخ مرة لما سمع حد بيقول الشريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان، ده مش بيقول إنها مش صالحة، ده بيرد على اللي بيقول إنها صالحة، فبيقول له ما تقولش كده، ولكن قل الشريعة مصلحة لكل زمان ولكل مكان. مش بس صالحة هي تنفع وغيرها ينفع، دي منزلة من عند مين؟ من عند خالق الزمان وخالق المكان. لما ربنا يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بس في ناس هتعمل كده وأنا مش بلومهم، لما يبقى فهم الشريعة نفسه مش معصوم من الخرافة. لكن في مستوى ثالث من ضعف اليقين أو حتى انعدامه، وده على مستوى العقيدة، إن الإنسان يبطل يوقن بأن له خالق، يتشكك في فكرة الإله، وده خطير جدا لأنه بيفقد الإنسان الطمأنينة. الإنسان اللي بدأ يشك
خالق وان الحياه ليها معنى ممكن تتجنن. فيلسوف نيتشه نفسه اللي نشر الفكره الباطله بتاعت موت الاله like God is dead. وقصده كان على فكره بيها حاجه، هي كلمه طبعا كفريه كل الكلام، هو كان قصده بيها ان الناس موتت فكره الاله بالطغيان اللي عملوه، لكن هو طبعا الحق، هو جواه فعلا ماتت فكره الايمان بالله سبحانه وتعالى، حصل له ايه في اخر عمره؟ اتجنن، زي ما بعض الناس قالوا ان هو توقع لنفسه. سيد المؤمنين صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الناس لم يعطوا بعد اليقين خيرا من العافيه. اليقين اكبر من ان انا ابقى معافى في جسدي، وشوف اهميته بالنسبه لنا ليه؟ لان اليقين عافيه الدين. الانسان وهو سليم وهو عقله لسه بيفكر كويس وفطرته لسه سليمه، يبقى عارف انه اهم حاجه انه يجيب عن الاسئله الاساسيه دي، الاسئله المصيريه، مين خلقني وانا بعمل ايه هنا وانا هروح فين بعد ما اموت؟ ما ينفعش ابقى عايش رد فعل، ما ينفعش يبقى عدم تديني لو واحد مش متدين، او واحد تاني يقول انا ملحد، يبقى مش مبني على بحث عن الحقيقه بتجرد. لو احنا بنتكلم دلوقتي على رحله اليقين الممتعه دي، انا شخصيا بفم مليان اقول ان انا مفيش حاجه في حياتي روحي بتستمتع بيها قدر استمتاعها بالبحث عن الاله في صدق، يعني في في في, في صدري كده بقى، في الكون، في علاقه ما في الحته دي المشتركه ما بين من صنعني واللي هرجع له وانا. احد المشايخ بيحكي لي راح له واحد شاب وثوري وما الى ذلك في العالم العربي ومعروف بجهده، وبيقول انا ملحد على طول، يقر كده. وقعد معاه وكان عنده لسه اسئله في العدل بقى بتاع ربنا وفي مش عارف الدين والكلام بقى اللي بنتكلم عليه ده. الراجل الشيخ ده ولا نزكيه على الله ممن نحسبهم على خير، بيعرف ان هو يحب اللي قدامه بجد ويوصل له الخير بجد، مطمئن هو بجد، عنده يقين بجد. فبيقول لي انا قعدت اتكلم مع الراجل لسه وانا بشرح له، يعني انا عندي ردود بس لسه بدات اشرح له ان هو اصلا في رد فعل، ان هو فقد المصداقيه بس في الدين مش اكتر، ان هو ما عندوش مشكله حقيقيه. قال له انت مش ملحد بجد، انت نفسك كذا. قال له لا انا ملحد، وقعد ياخد ويدي معاه. لما قعد معاه قعد يقول له انا ملحد وكذا ومش عارف ايه، فالشيخ بكل صدق بدا الكلام معاه بانه جاب اللوم على الخطاب الديني. قال له قبل ما تقول اي حاجه انا بعتذر لك، قبل ما تقول اي حاجه احنا السبب في ان انت وصلت للي انت وصلت اليه. دين ربنا غير اللي احنا عايشينه دلوقتي. دول المشايخ على فكرة بجد، العلماء ورثة الأنبياء. قال لي الشاب ده بعد ما أنا خلصت كلام معاه قال لي أنا ما عنديش مشكلة خلاص، أنا مشاكلي اتحلت. قال له طب والأسئلة بتاعتك؟ قال له لا أنا صادق مع نفسي، الأسئلة دي بدأت تجيلي وأنا في رد فعل، فأنا مش متأكد إن أنا موضوعي أصلا في الأسئلة دي، إن أنا موضوعي يعني أنا متجرد، إن أنا بجد بسأل الأسئلة دي. سبب نفوري الحقيقي كان انه محدش فاهم ان انا صح في كل اللي انا بنتقده، فقلت خلاص بلاها كلها. وبالعكس انا ما بلومش اللي بدا ينفر عن الدين بقوه عشان حس انه بيتكلموا باسم الدين، اما ان هم مش فاهمين العالم، مش فاهمين التطورات الحديثه، ومش فاهمين التساؤلات الحقيقيه المنطقيه اللي عنده، او ان هم مش عايشين الدين. ودي مشكله تانيه، مشكله اخلاقيه، راى منهم افعال بتخالف الفطره، او راى منهم ردود بتخالف العقل. احيانا لازم الانسان المتشكك او المتسائل يقف مع نفسه وقفه، هل انا بس في رد فعل؟ حقك فتره معينه تنفره، بس هل هبني كل اجاباتي على الاسئله وتساؤلاتي على رد فعل ان انا اكيد هم غلط، فانا هدور على الردود كلها اللي بتؤكد انه الدين غلط عشان افضل انا صح، عشان انا لما نفرت اكيد ما كنتش غلطان. لا، ما يبقاش الحق قدامي وكابر. على فكره الرد الحقيقي على الإلحاد ما هواش الأدلة والبراهين على وجود الإله وعلى إنه الأديان منزلة وعلى إنه الأدلة والبراهين موجودة ومقنعة وجميلة وزي الفل. العلاج الحقيقي للإلحاد إنه يعترف أهل الدين إن عندهم خلل وإن هم واقفين ما بين الناس ودينهم. ربنا عايزنا يبقى عندنا يقين، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة، وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين،
تجعل مصيبتنا في ديننا. من أول المرات اللي الواحد يعيش معنى الدعاء ده بجد. استنونا بكرة في نفس الميعاد وحلقة جديدة من ثورة على النفس مع معز مسعود على نجوم اف ام. نجوم اف ام، رمضان النفس.